ارتفاع محسوس في عدد الإصابات بكورونا في المستشفيات جعلنا نقوم بجولة فيها لمعرفة السبب الذي يعود حسب الأطباء إلى عدم تلقي اللقاح بالدرجة الأولى، فأغلب المتواجدين في المستشفيات غير ملقحين. دونك معناتها هنا لا فاكسيناسيون تلعب دور مهم، لا فاكسيناسيون تلعب باش نقصوا العدوى تاع لا مالادي، اي اون بليس بور ايفيتي لوسبيتاليزاسيون، اون ميم تو ايفيتي لي كومبليكاسيون كي سون ديو او كوفيد. دونك انا نوجه نصيحتي لا بوبيلاسيون، نقول لهم باللي وكان نحترموا لا ديسونساسيون، نحترموا التباعد مع لو بور دو لا بافيت ولا فاكسيناسيون، معناتها وكان نلقحوا بهذه الطريقه نتفاداو بزاف هذا جو دير نتفاداو لو ريسك هذا تري امبورطون تاع لو كوفيد. الفاكسان المرضى اللي دخلوا عندنا ما راهمش فاكسيني مع الاسف، هذا الشيء اللي انا نتاسفوا عليه. الحمد لله راه كاين الادويه، كاين الاكسجين، وان شاء الله ما تكونش الخسائر كما كانت في الموجات اللي فاتوا. التلقيح بات ضروره قصوى خاصه هذه الفتره التي بدا عدد الاصابات فيها يتزايد وتسجيل حالتين بالمتحور اوميكرون في الجزائر، وهو ما يحث عليه الأطباء من أجل نقص عدد المصابين في المستشفيات وتمكينهم من الاعتناء بالمرضى الآخرين. روماركي مع لا تروازيام فا كان إقبال، يعني سانوزا انكوراجي، كان إقبال كبير على لا فاكسيناسيون. ملي راحت لا تروازيام فا الناس كاع حبست، ودك رانا عايشين في لا كاتريام فاك. بالك لو كان رحنا افيك لو ميم ريتم تاع لا فاكسيناسيون بالك ما نكونوش في الحالات. دونك الان احسن يعني بور اتيتر بريفونتيف، يعني يعني احنا ننصحوا يعني الغاشي الناس باش يتقربوا يعني من المصالح المختصه في التلقيح لسلامه تاع المرضى هذو، وثاني باش يكون عندنا ثاني امكانيه باش ناخذوا اون شارج لي مالاد الاخرين، باسكو لازم ما يخفاش علينا بلي كاين ماشي غير الكوفيد. التقيد الصارم بالاجراءات الوقائيه والتوجه للتلقيح سواء لأول مرة أو الجرعة الثالثة واجب على كل المواطنين لحماية أنفسهم وتخفيف الضغط على المستشفيات في حالة اشتداد الموجة الرابعة.